احنا متشرفين ان نكون متواجدين مع الشعب المصري لصناعة مستقبل مصر ولحضور هذه الاحتفالية المتميزة وهذا اليوم الاستثنائي. شارك المجلس العالمي للتسامح والسلام متابعة الانتخابات المصرية منذ اليوم الأول، وكان لنا حضور وتواجد في مدينة نصر وفي مصر الجديدة والزمالك والمهندسين، مرورا بمدينة أكتوبر والآن نحن في المعادي، وأيضا لنا نختتم جولتنا إن شاء الله قد يكون في اسكندرية وممكن أن نعدي على التجمع الخامس. من النقاط الرئيسية التي لابد أن يتم ذكرها بأن هناك مجهود بذل من جانب الشعب المصري ومن جانب المؤسسات المعنية بسير العملية الانتخابية، خصوصا الهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت المقار المناسبة لصناعة الثقافة الجديدة لاستقطاب الناخبين وتسهيل العملية الانتخابية ابتعادا عن الطوابير وعن الازدحامات، لأن فقط نقول أن في انتخابات، فهذه ثقافة جديدة متميزة يعني تحسب للهيئة الوطنية للانتخابات. كذلك دور القوات المسلحة المصرية ودور الشرطة المصرية التي أمنت للمواطن المصري يعني تسهيل حصوله على استحقاقه القانوني من خلال المشاركة في للانتخابات الوطنية. 600